المعتبر ديال التحليلات اللي موجوده في قلب محطه المعالجه ديال المياه هي هو اكبر مختبر من هذا النوع في المغرب. وشفنا بانه كيفاش عدد من الخبراء ومن النساء والرجال اللي كيشتغلوا فيه بخبره عاليه، وهو مختبر كيسهر على جوده الماء اللي كيتعطى للمواطنين في الشاطئ كله 7 مليون ديال المواطنين، وكيسهر باش تكون بالمعايير ديال الجوده العالميه المراقبه من قبل وزاره الصحه، ومراقبه مع منظمة الصحة العالمية، مع عدد من مختبرات الجودة عالميا. وهو أيضا كيعطي الخبرة ديالو العدد من المختبرات 78 مختبر عبر التراب الوطني اللي حتى هي كتقوم مراقبة جودة المياه الصالحة للشرب في مختلف أقاليم المملكة. نبغي نأكد لما كنا كنلحو ونترافعو وبعض الأحيان نصرخ بأن جودة المياه الموزعة انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله هي جودة يعني تبقى الجودة المضمونة ويعني تبقى المواصفات الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني والمستمدة أيضا من المعايير ديال منظمة الصحة العالمية. ما كناش كنهضروا من عدم، غتوقفوا على المراحل والمراحل الدقيقة اللي كيقطعها الماء الصالح للشرب منذ المصدر يعني منذ محطة المعالجة إلى نقطة بعد الاستلام عند المستهلكين. هي مراحل جد معقدة ومراحل دقيقة، وقد كتخضع لواحد المراقبة جد دقيقة من طرف مختبر يعتبر المرجع على الصعيد الوطني. اليوم راكم وقفتوا عن قرب على كل المراحل المتعلقة بمعالجة الماء اللي كيخرج من هذه المحطة اللي هي أكبر محطة في المغرب وأول محطة، واللي غنحتفلوا بها إن شاء الله في سنة 2018 بالسنة الخمسينية لوجود هذه المحطة ديال المعالجة. وهذه كما قلت مفخرة للبلاد، لأن شفتوا المختبر اللي عندنا هنا في هذه المحطة من المختبرات اللي عنده الإشهاد والاعتماد من منظمات دولية وعالمية. ملي تنقولوا ايزو 27025 ماذا يعني؟ يعني انها الثقه كامله في النتائج ديال التحاليل اللي كتقوم بها المختبر، وهذا شيء رائع، هذا خصنا نفتخروا به كمغاربه، يجب ان نفتخر به. كذلك فيما يتعلق بالاعتماد ديال ايزو 9001 اللي انتم كتعرفوه، ما معناه؟ معناه جوده نظام الاداره المتعلقه بالمختبر، يعني توت لي بروسيدور كي سون ابليكي او نيفو المختبر عندهم واحد الاعتراف دولي واعتماد دولي فيما يتعلق بالنتائج اللي كنعطيو في هذه المختبرات. اليوم انتم ما شفتوا، حنا فقط بور كونفيرمي يعني باش ناكدوا على ان الماء اللي تيخرج من هذه المحطه اللي كما قلت المفخره لنا جميعا وانتم كذلك هو ماء صالح للشرب 100%. هادشي اللي بغينا نوصلوا الرساله للمواطنات والمواطنين، خصهم يفتخروا بها، وهي حريصه باش تكون المياه صالحه للشرب فيطمئنوا يشربوا الماء ديال الروبيني بلا خوف بلا خلع بلا والو.